فصل كتاب علم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، الحمد لله على كل حال ما كان ونعوذ بالله من حال النار، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم سبحانه وتعالى. هذا فضل تابع للضم المضاف دون ال الزمه نصبا كازيد ذا الحيل وما سواه ارفعه وانصب واجعل كمستقل نسقا وبدلا، وان يكن مصحوب ال ما نسق ففيه وجهان ورفع ينتقى، وايها مصحوب ال بعد صفه يلزم بالرفع الى دار المعرفه، وايها مصحوب ال بعد صفه يلزم بالرفع الى دار المعرفه، وايها ايها الذي ورد ووصف اي بسواها لا يرد، وذو اشاره كاي في الصفه ان كان تركها يفيد المعرفه، بنحو سعد سعد الاوسي ينتصف ثانيا وضم وافتح اولا تصف. انتهى من الاعرابي المنادى المنادى، ثم انشرع في بيان حكم اعرابي تابعه. قال رحمه الله: تابع للضم المضاف دون الزم نصبه، تابع المنادى اذا كان مضافا، المنادى المبني المنادى المبني المنادى عموما تابعه اذا كان مضافا، اذا كان مضافا لم يحل بال انصبه، يدخل في ذلك عطف البيان المضاف والتوكيد المضاف والنعت المضاف، ولا يدخل في هذا الحكم عطف النسق والبدل، سوف يذكر حكمه بعد هذا. فتقول: يا تميم جميعكم، يا زيد نفسه، توكيد تبعه على المحل فنصبت، وتقول: يا زيد عائد الكلب، عطف بيان تبعه على المحل، وتقول: يا زيد صاحب عمل، نعت مضاف غير محل بأل. النسق والبدل سيكون يكون حكمه، وكذلك خرج من هذا النعت إذا كان معرفا بأل سيكون حكمه بعد قليل. قال الله سبحانه وتعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، منادى مفرد مفرد علم مفرد علم تابعه جاء منصوبا فاطر السماوات والأرض. قل السلام ورحمة الله وبركاته وما سواه ارفعه وانصب، سواه سواه التوكيد المفرد والنعت المفرد او المضاف بأن، وعطف البيان المفرد. تقول: يا زيد بطة، يا سعيد، يا زيد بطة، يا زيد بطة او بطة، يا زيد بطة او بطة، بطة اتبعته على اللغة بطة على المحل، واضح؟ يا زيد كرزا منصوب، يا زيد كرز اتبعته لما قبله على اللغوي اصبيا. وتقول: يا زيد الظريف او الظريفة، الظريف على المحل والظريف على الظريف على اللفظ والظريف على المحل. وكذا تقول: يا زيد القارئ العلمي او القارئ العلمي، هذا نعت بأل حكمه حكم المفرد في جواز الوجهين الضم واتباع المحل، والضم واتباع للفظ والنصب واتباع للمحل. تقول: وما سواه ارفع او ينصب. وتقول: يا تميم اجمعون اتباع له، يا تميم اجمعين اتباع للمحل. اذا بينا في هذا حكم عطف البيان والتوكيد والنعت، واضح؟ واجعلا كمستقل نسقا وبدلا، عطف النسق والبدل اجعلهما كمنادى مستقل. فتقول: يا زيد وابا عبد الله، كان قلت يا ابا عبد الله، وابا عبد الله منادى مضاف حكم النصب. وتقول: يا ابا عبد الله وزيد، زيد منادى مفرد علم بل ليس على الضبط، واضح؟ وكذا تقول: تقول: يا ابا حفص عمر بالبدل، يا ابا حفص عمر، جعلت عمر
كأنها منادى مستقل بنيت على الضم وتقول يا عمر أبا حفص كان قلت يا أبا حفص، لأن البدل على نية الكرى العامل والنسق نسق العاطف أسلام العاطف العاطف نائب عن العامل العاطف نائب عن العامل. كنت أمس صحيح قليل عرفت أن صوتي لا يصل إلى مجموعة كبيرة فأصلت لكم بالأسياء خلناك زعلان منه أبدا لا لا مطلق الله وما سواه أربعة ونصف وجعلاك مستقل نسق وإن يكن مصحوب ألما نسق ففيه وجهان، إذا كان المنسوق معرف بأل ففيه وجهان، تقول يا زيد والظريف والظريف وجهان، قال ورفع ينتقى، قال الرفع أفضل، الأحسن أن تقول يا زيد والظريف دون أن تقول يا زيد والظريف. وجاء القرآن الكريم يا جبال أوبي معه والطير على غير ما قال ابن مالك وقريت والطير قريت والطير والطير، قال بعضهم لا شاهد فيها أصلا لأن تقدير الكلام ولقد آتينا داود منا فضلا والطير ليست منادى أصلا أظهر، قال فيا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزت ما خمر الطريق فيا زيد أوبي وجهين أنا قولي وإن يكن مصحوب ألما نسق ففيه وجهان ورفع ينتقى هنا موصولة أيها مصوب البعض أي تنادى أي في النداء لا حكم لا بد أن توصف لإبهامها وتوصف بما فيه أو باسم موصول أو باسم إشارة موصوف بما فيه أو غير موصوف غير موصوف، تقول يا أيها الرجل يا حرف نداء أي منادى على الضم في موضع نصب والهاء للتنبيه والرجل بدل أو نعت، قال بعضهم إذا كان مشتقا رجح محل إذا كان مشتقا رجح فيه النعت وإذا كان جامدا رجح فيه البدل، يا أيها الساحر قال الراجح النعت، هذا قولي. وأيها مصحوب ال بعد صفه يلزم تقدير الكلام وايها يلزم مصحوب ال بعده حال كونه صفه لدار المعرفه وايها يلزم مصحوب ال بعده حال كونه صفه لدار المعرفه وايها مصحوب ال بعد صفه يلزم بالرفع لدار المعرفه يلزم مفعولها مصحوب ال وايها يلزم ايها مبتدا ويلزم خبره وفيه ضمير مستتر يعود على ايها ومصحوب ال مفعول به ليلزم جرب غير دائر المعرفه واضحه؟ قال رحمه الله واي هذا ايها الذي ورد كذلك يقال يا اي هذا الجالس او يا اي هذا دون الجالس توصف اي في النداء باسم اشاره بعده معرض بين او ليس بعده، تقول يا اي هذا الجالس اي منادى مبني على الضم في موضع نصب ولا للتنبيه ولا بدل او نعت لاي في النداء لابد ان توصف والجالس بدل من لا، قال ايها يعني كلا زاديكما ودعاني وغيلا في من وغل ايها ذاني ايها ذاني 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 صفه لايها وذاني لم توصف بلا في ال اسم الاشاره هنا لم يتي بعده ما هو معرف بال واضحه، اذا توصف اي في النداء باسم اشاره اسم الاشاره قد يكون بعده معرف بال وقد لا يكون واضح هذا قليل، وأي هذا أيها كذا أيها الذي كذا، تقول يا أيها الذي قام وقالوا يا أيها الذي نزع عليك إنك لمجنون، ووصف أي بسواها لا يرد، لا توصف أي في النداء إلا بهذه الثلاثة، إما بما فيه أل أو باسم إشارة موصوف بما فيه أل وغير موصوف أو باسم موصوف، قال وصف أي بسواها لا يقال أيها صاحب عمل لا يقال هذا، أيها صاحب زيد لا يقال هذا. ووصف أي بسواها قال رحمه الله وذو إشارة كأي في الصفة إذا نديت اسم الإشارة وذو إشارة كأي في الصفة، وجه الشبه في ثبوتها ورفعها وكونها بأل، وجه الشبه ثلاثة، تقول يا ذا الجالس لا وصفته بما في أل وهو مرفوع يوصف اسم الإشارة في النداء بما في أل أو باسم موصول
ولا يقال يوصف باسم إشارة، لأن الشيء لا يوصف بنفسه. أي وصفت بثلاثة من اسم الإشارة، اسم الإشارة يوصف باثنين، واضح؟ لا يقال يا لا لا، واضح؟ الشيء لا يوصف بنفسه، الناس لا بد أن يباين لفظه لفظ منعوت، واضح؟ وذو إشارة كأي في الصفة في لزومها ورفعها وكونها بعد، تقول يا ذا الجالس أو يا ذا الذي قام، واضح؟ إن كان تركها يفيد المعرفة، إذا كان ترك الصفة يفيد معرفة السامع بمراد المتكلم، أما إذا أقبلت عليه عرفة، تقول يا ذا ليس هناك حاجة إلى 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 نعت. قالوا هذا إذا قدرت أن لا وصل لندائنا فيه أن تريد أن تنادي الجالس، تقول له يا ذا الجالس، لأن يا الجالس لا يقال ما فيه إلا ينادى. إذا قدرت أنها وصل لنداء ما فيه أن، فما فيه أن هنا لازم. أما إذا قدرت الوقوف عليها قلت يا ذا، صار حكمها حكم ما قاله أول باب تابعة للضم المضافة دون الزم ونصرة، صار نعتها يجوز ذي الوجه. تقول يا ذا قدرت الوقوف عليه الجالسة إتباعا للمحل أو الجالس إتباعا له المقدر، أضحى. إذا قدرت أن لا وصل ما فيه أن لا ينادى، إذا أردت أن تناديه عليك باستخدام أنه باسم إشارة. إذا قدرت أن لا ليست للنداء، لا لم تناديه وإنما استخدمته وصل للنداء ما فيه أن نادي فيه، يلزم في هذه الحالة أن يوصل بلا فيه أن أو باسم موصول كما هو الشيء معي، واضح؟ وإذا قدرت الوقوف عليه وأنك قلت لا لا بإقبالك عليه جاز في نعتي ما جاز في نعتي المفرد المبني، واضح؟ هذا قولي. وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيد المعرفة، أي يفيد معرفة السامع بمراد المتكلم، تكون لازمة. نعم قرأ في نحو سعد سعد الأوسي ينتصب ذلك. تقول يا سعد سعد الأوسي الثاني لا بد من نصبه لأنه مضاف، تحكمه قاعدة وما سواه أربع أوسي، تحكمه قاعدة تابعة للضم المضافة دون الزم ونصبه، لا بد من نصبه في سعد في نحو سعد سعد الأوسي ينتصب ذلك. وضمه وافتحه وين إذا ضممته لا إشكال في الأمر، يا سعد سعد الأوسي ملالة مراد عالم ضممته، الإشكال في نصبه. تقول يا سعد سعد الأوسي أو يا سعد سعد الأوسي، قالوا سعد الأولى أضيفت للأوس وأقحم سعد الثاني بينهما والمضاف ينصب، أو أنك ركبت سعد وسعد كتركب 15 ففتحته بناء، أو أنك أتبعته له ففتحته إتباع. أتبعت الثاني الأول للثاني بارك الله، قد يتبع الأول والثاني. قرأ بعضهم الحمد لله رب العالمين أتبع الدال لله ما هو بعده، واضح؟ ونقولين في نحو سعد سعد الأوسي ينتصب ذال لا بد وضم وافتح أولا تنصب، لعل قوله وضم أي أن الراجح الضم كمنهج ابن مالك، واضح؟ قال يا زيد زيد ليعملات اللبلي تطاول الليل عليك فانزلي، وروية يا زيد زيد ليعملات اللبلي تطاول الليل عليك فانزلي.